السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا التمرين في درس ديال الحجم بحال التمرين اللي تقدر يتعطى في الامتحانات كذلك. إذا غادي نشوفوا نبداو العرض ديالنا بإذن الله. إذا التمرين هذا نقرأ: وضعنا حجرة في إناء أسطواني، يعني دار شكل أسطوانة، أسطواني الشكل، فارتفع مستوى الماء به. كما تلاحظوا الماء هنا كان الارتفاع ديالو 5 سنتيمتر. فاش وضعنا فيه هذا الحجر، غير وضعناه هو ارتفع الماء من هذا المستوى لهذا المستوى، مزيان. ثم حدد حجم الحجرة بالسنتيمتر مكعب. اذا حنا خصنا نحسبوا الحجم ديال هذا الحجر. اذا المعطيات اللي عندنا هنايا راه نفس الاناء، اذا هذاك الشيء علاش هنا، من 10 سنتيمتر هضر على القطر ديال القاعده اللي هي على شكل قرص، لان اسطواني الشكل، يعني القاعده على شكل قرص. هنا الارتفاع، اذا هذا هو الارتفاع ديال الماء قبل ما نوضع الحجر، وهذا الارتفاع ديال الماء من بعد فاش وضعنا فيه الحجر. مزيان. اذا مرو إذا الرسم هذا هنايا، إذا نديرو الحل والمعطيات مزيان. إذا العرض ديالنا هو هذا، هو الرسم بوحدو، الصورة بوحدها باش تبان لينا مزيان. غادي نخدمو عليها المعطيات اللي عندنا. إذا ناخدو الاستيلاد ونبداو في العرض ديالنا مزيان. إذا المعطيات اللي عندنا في التمرين: القياس قبل وضع الحجر، قياسات قبل وضع الحجر في الإناء، يعني تنتكلمو هنا قبل ما نوضع الحجر في الإناء شنو هما القياسات اللي عندنا هنا. أش اللي هو 5 سنتيمتر وارتفاع الماء، ودنا الدي هو القطر ديال الإناء ديال الأسطواني الشكل 10 سنتيمتر. إذا القياسات بعد وضع الحجر في الماء، يعني نتكلمو دابا القياسات اللي عندنا هي هنا، القطر غيبقى وهو كل الارتفاع ولا يختلف. الارتفاع اش واحد 8 سنتيمتر، والقطر هو نفس القطر دي، دي واحد تساوي دي 10 سنتيمتر، حيت نفس الإناء. نوضعو في الجانب ونمشيو نديرو الحل. طول الماء الذي ارتفع في الإناء بعد وضع الحجر في الإناء، يعني أنا شنو نتكلم على هنايا، هذا الارتفاع اللي ارتفع به الماء، هذا الطول ديال هذا الماء اللي هنا في الإناء في الارتفاع. مزيان. هو اش اثنان، كيفاش غادي نحسبوا هذا اش اثنان؟ طريقة سهلة، عندنا من هنا حتى لهنا 8 نقسم من هاد 5، صافي. اش واحد ناقص اش تعطينا 8 ناقص 5 هي 3 سنتيمتر. إذا حنا راه بغينا نحسبوا الحجم ديال هاد الماء اللي هنا، هاد اللي تزاد هنا، هاد الماء اللي تزاد هنا إلا حسبنا الحجم ديالو راه هو الحجم ديال هاد الحجر. هذا هو اللي خاصنا نفهمو، هذا هو المبدأ اللي نبني عليه التمرين. وهذاك الماء اللي غادي يكون هنا، هاد الماء اللي هنا راه غادي يطلع بالشكل، غياخد الشكل ديال الإناء. إذا كان الإناء أسطواني راه غادي يطلع على شكل أسطوانة، كان الإناء على شكل مكعب غادي يطلع على شكل مكعب، وعفوا القاعدة ديالو شكل مربع، وارتفاع يقدر يكون متوازي مستطيلات، يقدر يكون مكعب. إذا كان على حسب الإناء تياخد الشكل ديال الإناء. مزيان. إذا أش إثنان 3 سنتيمتر، إذا مساحة قاعدة الإناء اللي هي مساحة القرص، لأن الإناء أسطواني، إذا القاعدة لا تكون على شكل قرص، نحسبو المساحة ديالها. إذا خاصنا نحسبو الشعاع، الشعاع هو القطر قسمي 2، نذكرو بها، هي 10 قسمي 2 تساوي 5 سنتيمتر. إذا الشعاع ديال القاعدة هنا هو 5 سنتيمتر، نضعها في الجانب وغادي نخدمو بها. مزيان. إذا مساحة قاعدة الإناء، يعني هي مساحة القرص، هي الشعاع، الشعاع في 3 × 14 اس بي، يعني مساحة القاعدة. نعوض الشعاع بالقيمة ديالو، إذا 5 × 5 ونحسبوها غادي نوجدو 78.5 سنتيمتر مربع.
مازيان. بعد منها نوضع في الجانب ونمشيو نحسبوا حجم الإناء، حجم الماء الذي ارتفع في إناء، يعني حجم الحجر الذي حجم الحجر الذي وضع في الإناء هو حجم الماء الذي ارتفع في الإناء كما شرحناها، هو هذا الماء الذي ارتفع هنا الفوق. مازيان هي شنو هو الحجم؟ هو مساحة القاعدة في الارتفاع. إذا حنا مساحة القاعدة اللي لتحت راه هي نفسها هذه القاعدة اللي هنا، والارتفاع غادي نحسبه فقط هذا الارتفاع اللي هنا واللي عندنا به الغرض. مازيان غادي نديرو 78 نعوضو بالقيمة لمساحة القاعدة ب 78.5 ونضربها في الارتفاع ديال الماء اللي ارتفع تساوي، نحسبو العملية، إذا هي 235.5 سنتيمتر مكعب. نرجعو لهنايا، ممكن كاينة طريقة أخرى تا هي صحيحة، نحسبو الحجم ديال هنا كامل مزيان، اللي نديرو الشعاع في شعاع في عوض ما نديرو هنا 3 غنديرو هنا 5، غنحسب الحجم ديال هنا مزيان، نسميه مثلا في 1، ونجيو تاني ونحسبو الحجم ديال هنا تسمح مزيان، غنحسبو الحجم ديال هذا كامل تاعو عند نفس المساحة القاعدة، عوض قبيلة ضربنا في 5 هنا غادي نضربو في 8 ونسميه في 2، ومن بعد نديرو الفي اللي هو الحجم هو في 2، إذا في نديرها هنا باش تبان في تساوي في 2 ناقص في 1. إذا هما عندنا جوج ديال الطرق، كاينة الطريقة الأولى هي هادي اللي شفنا مختصرة مفيهاش بزاف ديال الحسابات، هاد الطريقة التانية فيها بزاف ديال الحسابات، نحسبو هنا ونحسبو هنا جوج مرات. إذا من الأحسن نديرو هاد الارتفاع ناقص هاد الارتفاع ونضربوه في مساحة القاعدة اللي عندنا هنا، ويعطينا نفس الجواب اللي هو 235.5 سنتيمتر مكعب. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، وإلى تمرين آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.